السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نرى توقعات مباراة يوم الثلاثاء من جميع الدوريات المختلفة: تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم. لنبدأ على بركة الله في التوقعات. طبعا قبل بدء الفيديو لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو. لنبدأ على بركة الله. المباراة الأولى بين مالاوي وموزمبيق. طبعا التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب موزمبيق. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب موزمبيق. المباراة الثانية بين مدغشقر وتنزانيا. التوقع المناسب لهذه فوز هذه المباراة هو فوز مدغشقر. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب مدغشقر. المباراة الثالثة تجمع بين زامبيا وتونس. فالتوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب تونس. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب تونس. المباراة بين النيجر وإفريقيا الوسطى. فالتوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب نيجيريا. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب نيجيريا. المباراة التالية بين السنغال والطوب. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب السنغال. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب السنغال. المباراة التالية بين غينيا الاستوائية وموريتانيا. فالتوقع الأنسب لهذه المباراة هو فوز منتخب موريتانيا. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب موريتانيا. المباراة التالية بين زيمبابوي وإثيوبيا. فالتوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب زيمبابوي. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب زيمبابوي. المباراة التالية بين ليبيا وأنغولا. طبعا التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب ليبيا. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب ليبيا. المباراة التالية بين الجزائر وبوركينا فاسو. طبعا بكل تأكيد التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب الجزائر. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب الجزائر. المباراة التالية بين السودان وغينيا بيساو. التوقع الأنسب لهذه المباراة طبعا هو فوز منتخب السودان. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب السودان. المباراة التالية وهي في تصفيات الكأس في آسيا لكأس العالم بين كوريا الجنوبية ولبنان. طبعا التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب كوريا الجنوبية. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب كوريا الجنوبية. المباراة التالية بين أستراليا والفيتنام. طبعا التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب أستراليا. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب أستراليا. المباراة التالية بين الصين واليابان. الصين واليابان فيكون التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب اليابان. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب اليابان. المباراة التالية بين السعودية العربية والعمان. فالتوقع الأنسب لهذه المباراة هو فوز منتخب السعودية. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب السعودية. المباراة بين الإمارات وسوريا. طبعا سيكون التوقع لهذه المباراة هو فوز منتخب الإمارات. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب الإمارات. والمباراة بين العراق وإيران. طبعا منتخبين متكافئا في كل شيء ولديه لاعبين جيدين. لهذا سوف يكون التوقع المناسب لهذه المباراة هو جول جول تسجيل فريق الماء. التوقع المناسب لهذه المباراة هو جول جول تسجيل فريق الماء. المباراة في تصفيات أوروبا لكأس العالم لدينا البرتغال وكازاخستان. وكازاخستان البرتغال يحصل ترتيب ثاني فيما كازاخستان يحصل ترتيب خامس. طبعا التوقع الأنسب لهذه المباراة هو فوز منتخب البرتغال. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب البرتغال. المباراة التالية تجمع بين النمسا واسكتلندا. النمسا يحصل الترتيب الرابع فيما اسكتلندا الترتيب الثالث. طبعا التوقع المناسب لهذه المباراة هو جول جول تسجيل فريق الماء. التوقع المناسب لهذه المباراة هو جول جول تسجيل فريق الماء. المباراة التالية تجمع بين بوسنا وكازاخستان. بوسنا يحصل الترتيب الرابع فيما كازاخستان الترتيب الخامس. التوقع المناسب للمباراة هو فوز منتخب البوسنة. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب البوسنة.
المباراة التالية بين كرواتيا وسلوفينيا، كرواتيا ترتيب الثاني فيما سلوفينيا ترتيب الثالث. طبعا التوقع المناسب للمباراة هو فوز منتخب كرواتيا، التوقع المناسب للمباراة هو فوز منتخب كرواتيا. المباراة التالية بين الدنمارك وإسرائيل، الدنمارك احتلت الترتيب الأول وإسرائيل الترتيب الثاني. التوقع المناسب للمباراة هو فوز منتخب الدنمارك، التوقع المناسب للمباراة هو فوز منتخب الدنمارك. المباراة التالية تجمع بين فرنسا وفنلندا، فرنسا احتلت الترتيب الأول وفنلندا الترتيب الثاني. طبعا التوقع المناسب للمباراة هو فوز منتخب فرنسا، التوقع المناسب للمباراة هو فوز منتخب فرنسا. المباراة التالية بين صربيا وإيرلندا، صربيا احتلت الترتيب الأول ب10 نقاط وإيرلندا الترتيب الرابع بنقطة واحدة. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب صربيا، التوقع المناسب للمباراة هو فوز منتخب صربيا. المباراة التالية بين هولندا وتركيا، هولندا وتركيا، هولندا احتلت الترتيب الثاني ب10 نقاط فيما تركيا الترتيب الأول ب10 نقاط. الفريقين متكافئان في كل شيء في النقاط ومنتخب قوي. سوف يكون التوقع المناسب للمباراة هو جول جول تسجيل الفريقين معا، التوقع المناسب للمباراة هو جول جول تسجيل الفريقين معا. المباراة التالية بين جبل طارق والنرويج، النرويج احتلت الترتيب الثالث ب10 نقاط، جبل طارق الترتيب السادس ب0 نقطة. طبعا التوقع المناسب للمباراة هو فوز منتخب النرويج، التوقع المناسب للمباراة هو فوز منتخب النرويج. المباراة التالية بين روسيا ومالطا، روسيا احتلت الترتيب الأول ب10 نقط فيما مالطا الترتيب الخامس ب4 نقط. التوقع المناسب للمباراة هو فوز منتخب روسيا، التوقع المناسب للمباراة هو فوز منتخب روسيا. المباراة التالية بين سلوفاكيا وكيربس، سلوفاكيا الترتيب الرابع فيما كيربس الترتيب السادس. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب سلوفاكيا، التوقع المناسب للمباراة هو فوز منتخب سلوفاكيا. والمباراة ما قبل الأخيرة في الوديات بين البحرين والأردن، طبعا التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب البحرين، التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب البحرين. والمباراة الأخيرة بين لوكسمبورغ وقطر، مباراة ودية، طبعا أنا أتوقع في هذه المباراة فوز المنتخب القطري، التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب قطر. فهنا يكون انتهى الفيديو. طبعا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو ليصلك كل جديد. شكرا على المشاهدة، إلى اللقاء.